شركة هواوي كشفت عن هاتفها الجديد هواوي إكريك 7 برايم 2018، والذي يتميز بمجموعة من الامتيازات الخاصة من حيث حجم الشاشة الكبير، كما أنه يسهل العمل والتحكم به، إضافة إلى مجموعة من الامتيازات الأخرى. Alors téléphone Y7 Prime 2018 qui يتميز بمجموعة من الحوايج اللي هما جداد في المارشي الماروكان. مثلا ان تليفون اكسيسيبل اللي كيخرج بزاف ديال لي فونكسيوناليتي بحال الفيس اي دي، بحال الفينغر برينت لور، بحال دوبل كاميرا، ومثلا الصفه انه يقدر يستحمل جوج ديال لي كارت سيم زائد اون كارت ميكرو اس دي. ليكرون ديالو كبير، هذه هي الصفه اللي كتميزو، علين 6 ديال 6 بوصات، دونك 5.99 بوصة. والامتياز الكبير ديالو هو انه عندك ان تليفون اللي فيه 3 جيجا في الرام و 32 جيجا في الميموار. دونك عندنا التليفون مثلا ملي كنشدو ان تليفون هواوي يلسوفي اننا نضربو فوق منه جوج ديال الضربات ب الاصبع ديالنا باش انه يدير اون كابتور ديكرون. يمكننا نضربو جوج ديال الضربات فوق من التليفون باش يدير اون كابتور ديكرون فيديو، باش يشد مثلا كاع شنو كيبان في ليكرون ديالي، وبطبيعه الحال كيسجل الصوت ديالي. مثلا الا بغيت، كلنا عندنا والدينا كيكونوا بعض المرات، ماشي كلنا ولكن مجموعه الوالدين كيكونوا ديباسي بار لا تكنولوجي، باش كتسهل عليه مثلا كدير اون كابتور ديكرون فيديو، كتشرح له اكزاكتومون بالضبط شنو خصك دير، و كيمكن لك تصيفط له هذا الفيديو، كتولي عندك فيديو بالصوت ديالك وبشنو كنشوفوا في ليكرون ديالك. يعني كو سوسوا بور فاسيليتي ان ايشانج ولا بور فاسيليتي ان تيليشارجمون ديال شي ابليكاسيون ولا شي حاجه بحال هكاك. ويصل ثمن هاتف هواوي إكريك 7 برايم 2018 1899 درهما، وسيتم إطلاقه في 21 من أبريل من الشهر الجاري بألوان متعددة. وكيبقى ب 1899 درهم، فبالنسبه ليا كيجاوب بطبيعه الحال على لو بوزوان ديال المارشي الماروكان، بالخصوص لا جينيراسيون الصاعده، يعني لي جون، مي با كو، ماشي غير هما اللي يقدروا يتاثروا بالتليفون. والتليفون غادي يكون ان شاء الله متوفر في الالوان الزرق والجولد والاسود ابارتيغ دو 21 ان شاء الله ديال ابريل في 2018. هاتف هواوي الجديد إذن بخصائصه المتميزة المتمثلة في فتح القفل من خلال التعرف على الوجه، إضافة إلى الكاميرا الأمامية والخلفية التي تتميز بصورها العالية الجودة ومجموعة من المميزات الأخرى. سيتم عرضه في الأسواق المغربية في 21 من أبريل من الشهر الجاري ب 1899 درهما فقط.